الخلق لمصطفى لطفي المنفلوطي. الفكرة الأولى: الخلق هو شعور المرء بالمسؤولية أمام ضميره. النص: الخلق هو شعور المرء بأنه مسؤول أمام ضميره عما يجب أن يفعل، لذلك لا أسمي الكريم كريما حتى تستوي عنده صدقة السر وصدقة العلانية، ولا الرحيم رحيما حتى يبكي قلبه قبل أن تبكي عيناه، ولا العادل عادلا حتى يقضي على نفسه قضاءه على غيره، ولا الصادق صادقا حتى يصدق في أفعاله صدقه في أقواله. معاني المفردات: الخلق هو حال للنفس تصدر عنها الأفعال من خير أو شر دون فكر. جمع خلق أخلاق، شعور معناها إحساس، المرء المراد به الإنسان وجمعها رجال. الضمير استعداد نفسي لإدراك الخبيث من الطيب، وهو الرقيب الداخلي على الإنسان. جمع ضمير ضمائر. الكريم هو الجواد السخي، والجمع كرماء وكرام، مضاد الكريم البخيل. تستوي أي تتساوى، السر معناها الخفاء وجمعها أسرار، مضاد السر العلانية. أما العلانية كما قلنا معناها الجهر ومضادها السر. العادل هو المنصف الذي يعطي ما عليه ويأخذ ما له، مضادها الظالم. يقضي معناها يحكم. مسؤول أي محاسب، والجمع مسؤولون. كلمة صدقة معناها ما يعطى للمحتاج، والجمع صدقات. أما كلمة الرحيم فمعناها العطوف، والجمع رحماء، ومضادها القاسي. قضاء أي حكم، والجمع أقضية. الشرح: يتحدث المنفلوطي عن معنى الخلق فيقول: إنه الشعور بالمسؤولية أمام ضميره عما يجب أن يفعله، فالضمير هو الرقيب على تصرفات الإنسان، ولهذا فالإنسان الكريم هو من يتصدق في السر كما يتصدق في الجهر. أما من ينفق علانية فقط رغبة في الشهرة فلا يسمى كريما، وكذلك لا نسمي الرحيم رحيما حتى يبكي قلبه ويرق ويعطف على الناس قبل أن تبكي عيناه، ولا يسمى الإنسان عادلا إلا إذا حكم على نفسه قبل أن يحكم على غيره. وكذلك الصادق الحق هو من يكون فعله كقوله فيصدق في الاثنين.